هل من نصيحة للشباب الذين يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي؟ تركونا من الأفراد والقيل والقال، المشايخ إن شاء الله فيهم خير وفيهم بركة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس، ولا صاروا ما أرضوا بعض الناس. الرسول ما أرضى كل الناس، في ناس ساخطين على الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة النفسانيات والأهواء هذه لا اعتبار بها، والمشايخ نحسن بهم الظن وما علمنا عليهم إلا الخير إن شاء الله، وندعو لهم بالتوفيق. نعم.